صباح الخير. صباح النور. انتوا بتعملوا يا جماعه؟ بناخد حصه نجاره. بتاخدوا حصه نجاره من خالكو سعيد؟ اه. برافو عليكم جدعان. فاهمين معاك العيال ديت ولا فاهمين ومنتبهين؟ تمام تمام. بقى ايه؟ مركزين. ياكوش. بقى ايه؟ منشار. بقى ايه؟ منفرد وصليبه. فك سريع. شاطر جدع. سمير شاطر. سمير هياخد بونص النهارده. جدع سمير. لا مؤاخذة لا مؤاخذة لا مؤاخذة. ايه؟ مصابيح سنارة 2 سم. شاطر. انا لسه بقول سنارة. انت ما قلتش ليه؟ برافو. انواع الخشب. اه. خشب ده نوع ايه؟ اللي يعرف؟ زين. لا كونتا. برافو سمير. برنس يا سمير. خشب ده دي اسمه ايه؟ بغبغان. بغبغان. انت كمان ام دي اف. خلو قال له والله. طب يا عم خلاص خلو قال لي بقى خلاص. معلش ماشي. عدي السؤال ده. عدي السؤال ده. ايه تاني؟ طب و الابيض الخفيف ده ده مقطوع من لوح ايه؟ الابلكاش. شاطر جدع. برافو يوسف. شاطر. برافو يوسف. طب ده انتوا متقدمين اهو. فهم عارفين اسامي عده كتير وانواع الخشب مش كامله يعني. في عارفين. أيوة. لا بس العده بقى فاهمين فيها. اه العده فاهمين فيها كتير. ماشي واحده واحده كده. اللي بتمسح اسمها ايه؟ الفاره. فاره. صح. طب ما انتوا فاهمين اهو. قشطه. واللي بتقطع الخشب اسمها ال ايه؟ الصينيه. الصينيه. الصينيه جدع. والشنيور. والشنيور اللي بيغبط والهلتي. والهلتي ده بيخرم خرم كبير اكبر من الشنيور. بيخرم خرم كبير. الهلتي ده اكبر. والفتيله. والفتيله دي بتعمل ايه؟ بتمسك الحاجه كده. بتربطها. بتقمط. بتقمطها. ومفك عادي. ومفك عادي. وازميل. وازميل. وكمان ومنشار اركت. ومنشار اركت. وصنيه. وصاروخ. ماشي. صاروخ برضو بيستخدم في النجاره برضو في حاجات. جدع يوسف. ايوه في الصنفره. ايه كمان؟ اكبر حاجه ما قلناهاش. الهيلتي. كمبروسر. 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 ايوه كمبروسر ده بقى بيشتغل عليه ايه؟ بيشتغل على الدبابيس والمصامير. والدبابيس والمصامير. صح. بتاعت السلكات والكلام ده. صح. وخشب. ويشتغل ايه كمان للدهانات؟ رش. رش. رش البتاع. رش الابيض. بيستخدم في ايه للكاوتش؟ من فوقه. من فوقه. انا قلت لنا في الاول. جدع. اوه ايه تاني دي؟ كفايه اليوم كده النهارده كده. اقول حاجه كمان. هنقابلكم في حلقه ثانيه عشان نعرف انتوا بتتعلموا ايه. ماشي. ماشي. الله ينور يا استاذ سعيد. الله ينور بجد. الله يعزك. الشرف. هو ده الكلام الصح. والقمطه. هو القمطه. القمطه هي الفتيله. والكماشه. كماشه جدع. والزراديه. والقطافه. وال افتكروا الحلقه الجايه كده. اظن انتوا اتعلمتوا النهارده حاجات مفيده كتير قوي. كتير. طيب ونشوفكم مره ثانيه علشان خاطر نشوف برضو هما بيتعلموا ايه وبيستفادوا بايه. اشكروا خالكو سعيد على الدرس. شكرا يا خالكو سعيد. تابعونا عشان تتابعونا ونتعلم حاجات جديده في المرات الجايه. سلام.